منك إلا قبلته، ولا شاردا عنك إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا. من بيت الإنسان من آمنين واجعلنا يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا أرحم الراحمين، وأعراضنا وأموالنا وكلنا أمانة عندك يا رب العالمين. وصلت على من عادانا، اللهم نصرك الذي وعدت به المؤمنين يا الراحمين، نصرك الذي وعدت به المؤمنين، إنك بالإجابة جدير، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وللضالين. الله أكبر. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.